أحمد 32 سنة وراح يلعب كرة مع أصحابه، وهو معتاد إنه يلعب يعني، بس بقاله شهور ما راحش. بيلعب الكرة، جري في الأول ماتش حس بزغلالة في عينيه ودوخة وعرق وقعد، وبعد شوية لقى نفسه كرش قوي 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 قوي. كل أصحابه قالوا ده بيتدلع، وبعضهم قال لا أصله بقاله كتير ما لعبش، وبعضهم قال لا مش لياقة. لما زادت الحكاية راح المستشفى، طلعت بداية جلطة في القلب، وتحتاج قسطرة واحتاج دعامة، واتحطت الدعامة عشان تفتح شريان ضيق بنسبة 90%، رغم انه كان بيلعب كورة قبلها بشوية، لكن الأعراض كانت شديدة قوي ولازم نصدق الحالة دي.